بسم الله الرحمن الرحيم. شفنا بالفيديو الأول كيف إنه أنا قدرت أقسم one row لtwo columns وبطريقة حلوة، وصار عدد إني أنزل بالماوس أقل أكثر. شوف الآن كيف بدي أخليها أحسن وأحسن. بدي أرد أقسم هذا لاثنين وهذا لاثنين. باجي كمان مرة على الكود وباجي بحكي انه المدي 3 عمل لي اياها 3، والمدي 3 كمان هون عمل لي اياها كمان 3، وبعمل سيف، بعمل ريفرش. ليش؟ لانه انا بلزمنيش اسم ادخل اكتر من هيك مساحة، فما بلزمني احجز كل الصفحة علشان طويل الاسم، يكون الاسم من اول الصفحة لاخرها، فهاي مساحة مقبولة. فهسا شو الجديد؟ باجي بكمان بختار 4 اتريبيوتس بحطهم في شاشة تانية، فبصير دليل اصناف الصفحة الرئيسية في 4 كولومز في مساحة أقل. كالآتي، باجي على الكولومز هدول وهدول، باجي بمسك الأولينيات بحطهم هيك كنترولز في، وباجي بختار بشيل أول 4 الرقم الاسم صنف، او بخلي الصنف، فباجي بشيل هدول هيك كاملات، بسيف، بعمل بيلد، باجي بعمل ريفرش، في اشي غلط كان. لازم يكونوا متوازنات. شلت من هون، بس لازم اشيل كمان من عند الصنف الرئيسي وتحت. عشان يتوازنوا هاي الرفرف. هون في عنا ايرور. هاي كولوم 3. شو صار عندي هون؟ في عندي مقاس، بس بشوف شو الديزاين. بس انا صار عندي هدول نفس المساحة، ليش تبي ضلعت تشلف؟ خلل في النسخ، انه ما نجي نعمل
دولار راح هسه بدي اشوف. هذول فاتوا جوا ديف. هاي الأخطاء بتصير، شوية تركيز. شايفين كيف صارت؟ نفس الإشي هاي راح أقسمها نصفين بحيث يصير الأربعة جنب بعض، وهكذا يصير على مستوى واحد.